السلام عليكم ورحمه الله اخواتي، مرحبا بكم اليوم معايا. اليوم ان شاء الله غندير لكم كاطو ولا حلوه للاعراس وللمناسبات وللاعياد. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، اللي هي تختلت بالنسلي بعجينه جد رائعه تفتت غير روحها. نطلب منكم اذا كنتم اول مره تشاهدوا القناه الضغط على زر الاشتراك اسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الوصفات. وخليكم مع الوصفه والمقادير. نبدأ بسم الله أخواتي في المقادير. عندي 250 غرام من الزبدة الطرية بدرجة حرارة المطبخ، عندي 3 ملاعق كبيرة من السكر الناعم أو سكر غلاس ما يعادل 70 غرام، عندي هنا ملعقة صغيرة ممتلئة جيدا من غبرة الفانيلا أو عطر الفانيلا، قرصة من الملح، شوية أو القليل فقط من خميرة الكيميائية أو بيكنج باودر، صفار بيضة وبيضة كاملة، وعندنا الدقيق الأبيض أو الفارينة أو الطحين لجمع العجين. نبدأ على بركة الله في الوصفة. نبدأ بسم الله. أول شيء غادي نحطو الزبدة الطرية، نحطو حبة بيض كاملة مع صفار بيضة، نحطو السكر الناعم، فانيلا والقرصة تاع الملح. نخلط كل شيء أخواتي حتى يولي لي كل مرهم ونرجع لكم. أخواتي بعد خلطتها هنايا كما راكم تشوفوا ولا لي كل شيء متجانس مع بعضه. الآن نزيدو الدقيق الأبيض اللي هو الطحين أو الفارينة على دفعات ونجمعوها العجينة تاعنا بدون عجن، نجمعوها. وفي هذه الأثناء نضيف القليل فقط من الخميرة الكيميائية كما راكم تشوفوا هنايا على رأس المغرف، ها هي، ونجمع العجين تاعنا. هنايا لميت عجينتي أخواتي كما راكم تشوفوا، ها هي تجيكم عجينة طرية باش نقدروا نشكلوها في الليمون تاعنا اللي يكونوا هنايا، ها هما ليمون تاع الحديد. غادي نبداو نشكلوها على بركة الله. ليمون طبعا يكونوا نقيين، يكونوا ماسحينهم من قبل. نحطوه هنا، نجيبو شوية من العجين نديرو على شكل كرية، نضغطو هنايا ونطلعو كمية من العجين. هنا كل الزوائد نقلعوهم، تخلصو منهم. هنا حاولوا تضغطوا باش القاعدة تاعكم تكون نقدر نعمروها. وهنا أخواتي بالشوكة نتقبوا التغطيلات تاعنا، نحطها في الصينية ونكمل كل الحبات ونرجع لكم. التغطيلات تاعنا ها هما أمامكم، غادي ندخلهم يطيبوا على 180 درجة في فرن مسخن مسبقا، وبعد نرجع لكم بإذن الله تعالى ونشعلوا عليهم من تحت. بعد طابلي الكاطو تاعي كما راكم تشوفوا بهذا الشكل، الآن غادي نجيبوا نيسلي كراميل، وهنا الصنع تاعه منزلي غادي يمر عليكم أعلى الشاشة. نعمروها هنايا بالنيسلي، والآن نجيبوا الشوكولا نواغ، هنايا ما زدت لها حتى إضافة، نديروا لها طبقة. وصلت كل الحبات هنا بالنيسلي كراميل، دوك ندير لهم شوكولا وندير لهم تزيين بسيط ونوريهم لكم ان شاء الله في صحن التقديم باذن الله تعالى. اخواتي الحلوى تاعنا ها هي وجدت امامكم في صحن التقديم. انا درت لها هنايا بغيون اليمونتير كما راكم تشوفوا، بغيون اليمونتير، وكاين اللي درت لهم هنايا الكريات الفضيه اللماعه، وكاين اللي تقعد سامبل، ها هي تقعد سامبل او ما درنا فيها حتى حاجه غير بغيون اليمونتير. نتمنى ان شاء الله عجبتكم وصفه اليوم وكانت خفيفه عليكم، وتشجعوني بالتعاليق واللايكات او الاعجابات، وتبارطاجوا الوصفه مع اصدقائكم واحبابكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده على الجميع. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.